خلاص يا جماعة، فدي كده فكرة الفيو رينج. لازم ناخد في اعتبارنا فكرة الفيو رينج، مهمة جدا. خلاص، الفيو رينج ده أنا بستعمله ليه؟ بستعمله علشان أزود الرينج بتاع الفيو، بحيث إن أنا أبص على حتة زيادة. خلاص كده، بحيث إن أنا أبص على حتة زيادة يخليني أبص على حتة زيادة، فبالتالي البايبس اللي هي المفروض أندر جراوند انا بشوفها. تمام، البايبس اللي المفروض مش في الرينج، لا ده انا كأني بوسع الرينج علشان اشوفها. بس هي دي كده فكرة باختصار جدا الفيو رينج، ودي مهمة جدا. تمام، طيب بنظبطه، بس اهم حاجة بنظبطه فيها هو الدرين. ليه؟ علشان زي ما قلنا في الاول، الدرين بترسم الصرف بتاع الجراوند اندر جراوند، والصرف بتاع الفيرست ممكن يبقى في الجراوند في الهاي ليفل بتاع الجراوند، وصرف السكند في الهاي ليفل بتاع الفيرست، وهكذا. كل دور صرفه في الدور اللي تحتيه. طيب تمام، تعال بقى نبتدي. تعال نبتدي، عندنا هنا المواسير الزرقاء دي اسمها ايه؟ اسمها رين ووتر. بص كده اهي، تعالى كده، دي كده 110 رين ووتر بايب. طيب، والازرق التاني رين ووتر بايب، والاخضر ويست بايب. طب ده الاصفر ده او الغامق ده كوندنسيت بايب، وهنا ده ويست بايب الاخضر، واللي هي البنفسجي ديت سويل بايب. يبقى ده كده كل السيستم اللي عندنا، وده كوندنسيت وده فينت، السماوي ده فينت. بس كده، دي كده كلها كل السيستمز اللي عندنا. خلاص، خلي بالكم، احنا اتفقنا ان الووتر سبلاي والتشيلد ووتر والفاير فايتنج كلها مواسير عاديه اترسمت بكل سهوله. الدريم بس عندنا شويه اوبشنز زياده. طيب تعالى بقى، فانا اقول له سيستم بايب، واقول له درين، و100 100 اهي 100. وبعد كده هقول له ابتدي بقى على كام؟ على ماينس 1000. هنبتدي بقى تحت بقى ماينس 1000، ده ليفل البدايه. طيب حلو قوي، وهنا رين ووتر، خلاص كده تمام جدا. طيب هبتدي ارسم بقى، ابتدي ارسم. في اوبشن بقى ما تنساهوش وانت شغال في الدرين طبعا، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السلوب. لازم المواسير يبقى ليها سلوب. فانا دلوقتي هقول له سلوب اب او داون من هنا بقى. فانت قبل ما ترسم ماسوره الدرين لازم تحدد السلوب اب ولا داون. طب انا هرسم من بره لجوه، اذا انا برسم من النقطه الواطيه لان السلوب نازل كده، فالنقطه دي اوطى حاجه. طيب اذا هعمل سلوب اب، هعمل سلوب اب بنسبه 1%. خلاص، طيب تمام، يبقى سلوب اب 1%. يبقى الزياده بس في الدرين اللي انا حددت معايا سلوب، اللي البايب نفسها واخده سلوب. طيب تمام بقى، تعالى نرسم اهو، وبادئ على ماينس 1000 زي ما اتفقنا اهو كده، واروح لحد الرايزر اهو. طيب عند الرايزر بقى بعمل ايه؟ عايز اعمل بقى فيرتيكال رايزر بقى، حاجه طالعه لفوق كده. اروح اعملها ازاي؟ اروح دايس هنا كده على مثلا ليفل 7000 زي ما عملنا في رايزرز الميه والكلام ده اهو. يبقى انا كده رسمت اول ماسوره ليا، اول ماسوره ليا اللي هي الرين ووتر. طيب تعالى بقى نعمل واحده زيها بالظبط، ادي بايب لانها فيها اتنين رين ووتر، واحده كمان اهي، واقول له الدايمتر بتاعها 100، بدايه الليفل ماينس 1000، وهنا رين ووتر، وهنا سلوب اب 1%. تمام، وبعد كده اقول له كده 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 اهي. خلي بالك الليفل اللي انت بتحطه له اللي هو ماينس 1000 ده ليفل البدايه، ليفل البدايه 7000 هنا، ابلاي ابلاي، ده كده ليفل البدايه. بص لما امسك الماسوره اهي، هنا ماينس 1000 اهو ليفل البدايه. طيب والسلوب 1%. تمام، يبقى هنا ماينس 883، هو اوريدي بيحسب الاسلوب لوحده وبيظبط ليفلز المواسير. خلاص، يبقى ده كده الدرين. طيب همسك ماسوره الدرين واقول له كرييت سيميلر، فاكرينه طبعا اللي احنا كاننا بنعمل زيها. فانا باخد البايب بنفس الخصائص بنفس كل حاجه وارسم، لان انا عندي درين هنا كمان رين ووتر اهو اهو اهو، وتطلع ل 7000. وبعد كده تمسك دي كده معاك وتقول له create similar، وهنا كده اهو اهو.
وتطلع ل 7000، ويبقى كده خلصنا مواسير الرين ووتر.